السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم علي هادي علي. اليوم راح أوضح طريقة تتبع الأغراض اللي تقوم بشرائها من مختلف المواقع ومن مختلف شركات الشحن، خصوصا المواقع الصينية. مثل ما نعرف، المواقع الصينية يتم إرسال أرقام التتبع بأشكال مختلفة نوعا ما. راح أوضح موقع، هذا الموقع يمكنك من جمع كل هذه الأرقام في موقع واحد. هذا الموقع يمكنك من تتبع مختلف الأغراض، فما كان ما تفتح كل موقع تتبع أو كل رقم تتبع إلى موقع خاص، فتقدر تجمع كل هذه الأرقام في موقع واحد. اسم الموقع 17 تراك، الرابط الخاص بالموقع موجود أسفل وصف الفيديو. أيضا للموقع تطبيق على أجهزة الأندرويد، أيضا للويندوز فون، بالنسبة للآيفون والآيباد حاليا ما متوفر. ومن خلال هذا الموقع ممكن تقوم بتتبع أي رقم مختلف من أي شركة أو أي موقع قمت بالشراء من خلاله، مثل موقع علي اكسبريس أو موقع جاربيست أو موقع أمازون أو موقع دي اكس وغيرها من المواقع المختلفة. على سبيل المثال عندي أرقام التتبع اللي موجودة أمامنا، خلي أجرب الرقم الأول، أنسخ الرقم وبعدها أضغط على هذا الجزء وأكتب الرقم في هذا المكان وأضغط على تراك. طبعا أنتظر بعض الوقت حتى تظهر لي التفاصيل الخاصة كرقم التتبع هذا. عندي هنا رقم التتبع والمصدر والجهة اللي تم إرسال رقم التتبع لها، وهذا المكان تشوف تفاصيل التتبع. أرجع مرة أخرى أجرب رقم آخر. مثل ما تلاحظون، الأغراض اللي يتم شرائها من المواقع الصينية نوعا ما أشكالها تكون مختلفة. يعني مثلا هنا هذا من الصين، من هونغ كونغ، سنغافورة. فنجرب الرقم الآخر، ومثل ما وضحت في بداية الفيديو ممكن من خلال الموقع تتبع الأغراض اللي تم شحنها من خلال الدي اتش ال وغيرها من المواقع. شوف هذه التفاصيل أيضا تظهر لك في هذا المكان. نجرب هذا الرقم، وهذه تفاصيل التتبع طبعا بالصيني. ممكن تقوم بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية من خلال مترجم جوجل. نجرب الرقم هذا أيضا. مثل ما تلاحظون ما ظهرت لي أي معلومات عن رقم التتبع هذا. طبعا رقم التتبع اللي يتم إرساله إليك من خلال البائع ما راح يشتغل أول مرة، لازم تنتظر من 3 إلى أسبوع أو 10 أيام حتى تظهر المعلومات. إذا مرت هذه المدة وما ظهر، يعني رقم التتبع اللي أرسله لك البائع هذا رقم غير صحيح أو رقم وهمي أصلا، وممكن ترفع دعوى على البائع من خلال الشرح اللي وضحته في القناة في فيديوهات سابقة. وخلي أجرب رقم التتبع هذا الخاص بالدي اتش ال. ولو أنزل أسفل الموقع راح ألاحظ مجموعة من شركات الشحن مثل اليو بي اس، الدي اتش ال، الفيديكس، الارامكس، تي ان تي وغيرها من مواقع الشحن المعروفة عالميا. هذا الموقع يحتوي على كل المواقع أو كل شركات الشحن في موقع واحد. أضغط على الدي اتش ال، أكتب رقم التتبع بهذا المكان وأنتظر بعض الوقت حتى تظهر لي التفاصيل الخاصة بهذا الرقم. لاحظ هنا أعطاني كل التفاصيل الخاصة برقم التتبع. بنهاية هذا الفيديو إن شاء الله يكون واضح للجميع. والتطبيق الخاص بالموقع على أجهزة الأندرويد والويندوز فون موجود أسفل وصف الفيديو. من خلال هذا الموقع جمع لك كل أرقام التتبع أو كل شركات الشحن بشكل عام في موقع واحد. وإذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار بإمكانكم مراسلتي. بنهاية كلامي تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله.